شهدت دبي انطلاق أعمال قمة الإعلام العربي 2024 التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 27 إلى 29 من مايو الجاري في قاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي. ويضم البرنامج الحافل المصاحب لفعاليات القمة كلاً من النسخة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب ومنتدى الإعلام العربي الذي يتخلله حفل جائزة الإعلام العربي في دورتها 23 وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها 4. انطلقت الدورة الثانية لمنتدى الإعلام العربي للشباب وفي حلتها مواضيع تعنى بهموم وطموحات الشباب. أطلقنا اليوم جائزة إبداع والتي هي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. هذه الجائزة التي تم إطلاقها من 20 سنة واليوم نحن نحييها مرة ثانية بحلة جديدة تسع سبع فئات خاصة للشباب العربي. كما شهد المنتدى الإعلامي العربي للشباب مشاركة شخصيات بارزة وشخصيات عربية ملهمة في مختلف المجالات وصانعي المحتوى الرقمي والسرد القصصي الرقمي ناقشوا دور الشباب في تشكيل مستقبل القطاع. اليوم تكلمنا عن محورين مهمين وهو الأحكام المسبقة اللي إحنا للأسف بعض الأحيان نطلقها على الآخرين وهي قد تكون مجحفة وظالمة لأنها ما هي مبنية على حقائق، وأيضا التنمر اللي اليوم التنمر ممكن يكون من داخل المنزل أو بالمدرسة أو بالبيئة العمل، وبيئة السوشيال ميديا هي أكثر بيئة خصبة للتنمر. كيف نقدر نتعامل مع المتنمر والمتنمر عليه، كيف يقدر يعالج نفسه وكيف يقدر يتخطى مثل هذا الإحساس أو هذه المشاعر الظالمة؟ للأمانة أنا أحرص دائماً أني أكون موجود في أي دعوة تقدم لي لمنتدى الإعلام العربي، لأن بالنسبة لي هو التجمع الإعلامي العربي الأهم اللي يصير في المنطقة، لأنه يجمعنا كلنا مع بعض، نتبادل الخبرات، نسمع من بعض، نبارك حق بعض نجاحات بعض، ونسمع النصايح ونسمع الآراء. وتقدم قمة الإعلام العربي لضيوفها البالغ عددهم أكثر من 4000 شخص، منهم 200 شخصية إعلامية بارزة و110 جلسات رئيسية بوجود 250 متحدثاً وأكثر من 40 فعالية إعلامية تمتد على مدار أيام القمة الثلاث. القمة ستسهم في تحديد ملامح مستقبل الإعلام وتعزيز قدرة الإعلام العربي على أداء مهامه بأفضل شكل ممكن. لمركز الاتحاد للأخبار ناصر الرميثي، دبي.